بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على النيوكلير ترانسفورميشن. اوكي، نيوكلير ترانسفورميشن. النيوكلير ترانسفورميشن ده اللي هو عبارة عن artificial or induced transformation. وده بيتم take place through projectile والبروجكتايل ده called pump and target. الايمز بتاع البروسيس دي to obtain projectile with low kinetic energy. But accelerated to pump target اللي هو عبارة عن radioactive element. فأنا أبدأ أول حاجة أسأل الـ example of pump. الـ pumps بتاعتي ممكن تكون alpha particle اللي هي عبارة عن الهيليوم، ممكن إن أنا أستخدم البروتون may be used deuterium أو deuterium اللي هو H12. ممكن إن أنا أستخدم النيوترون وهنا هيكون N01. إحنا قلنا إن أنا بعمل acceleration. Accelerating of pump take place take place through nuclear accelerator. اللي هو زي مين؟ nuclear accelerator زي مثلا فان دا جراف accelerator أو عن طريق حاجة اسمها cyclotron. accelerator الفكرة بتيجي ازاي؟ ان انا بمنتهى البساطة السايكلوترون ده بيبقى عبارة عن نصين كده، انا بحط صورة ليه، يعني الحتة دي بحط ليه صورة.
وببدأ أنا أحط هنا في الوسط في ماجنتيك فيلد، هنا دي كده ماجنتيك فيلد، وببدأ أحط التارجت بتاعي وببدأ أخليه يقعد يلف 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 acceleration لغاية ما يجي هنا ويروح خابط في التارجت، يبقى بيقعد يلف لفات في وسط ماجنتيك فيلد بحيث إن هو يبدأ يخبط في التارجت. طيب تعالي بقى نبدأ نتكلم على الايديا اللي بعد كده اهو. اما انا استخدم البروجكتايلز دي ابلكيشن فور بروجكتايلز، اول حاجه مثلا انا استخدمت الالفا بارتكل، يوز الفا بارتكل، خلي بالك مع الالفا هنلاقيها ان هي ايميت بروتون. تعال ناخد مثال، لو انا خدت مثلا نيتروجين 714 وعملت بامبرينج بالالفا فيقوم اللي يحصل في الأول خالص بيطلع لي مين؟ بيطلع لي الفلورين 9 18، بس الفلورين ده بيكون انترميديت ريجنت، الانترميديت ريجنت ده بيبدأ يروح متفاعل ويكون لي مين؟